وكيل ذرانا يضمير ذا يتوازر
الخايس تديتي دم غارش يورايا أبو الخايس تديتي ساشريا هذا صفاته إدي إسكاني قلاكاني خلقي راوي ثم غايا إدي إسكاني قلاكاني خيل هدي أمور ضناخة وتوسي ذا صرح إلى حدوث ثلاثة سنونة أمي في الرالة وحماري توتي ذوها إنك تقضي ولا يقضى عليك. الفقيد اللهم ارحمه رحمة دائمة، اللهم أكرم مثواه، اللهم أكرم نزله، اللهم اعف عنه وعافيه، اللهم طهره من الذنوب والخطايا كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم آنس وحشته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفرات النار، اللهم من أحييته منا فأحييه عن الإيمان، ومن توفيته منا فتوفي عن الإسلام، اللهم اغفر لشاهدنا
بنا وغالبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اشفع فينا رسول الله، اللهم اشفع فينا القرآن الكريم، اللهم اجعلوا لنا في الدنيا رفيقا وعند وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا. اللهم ارحمنا بالمرحوم منا، اللهم اختم بالصالح في أعمالنا، اللهم اختم بالصالح في أعمالنا. إلهي إلهي كيف يمنعنا ذنبنا من الدعاء ولا نراك تمنع مع الذنب من العطاء. التوبة إليك والمغفرة عندك، ولا إله إلا أنت. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين بحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.